أحالت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تعديلاتها بخصوص المواعيد والملاعب التي حددها مجلس الإدارة بخصوص الدور الرباعي والمباراة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز، وذلك بموجب اختصاصها الصريح بالإشراف على المسابقة. وجاء في كتاب المسابقات أن الفريق المتحصل على الترتيب الأول من المجموعة الثانية أحدى فرق الاتحاد الفرعي طرابلس يلعب على ملعب مصراتة، وملعب زوارة هو الملعب البديل، وذلك لتوفر المطار والفنادق بمدينة مصراتة، وكذلك توفر الإضاءة المناسبة بالملعب، الأمر الذي سيمكن لجنة المسابقات من إقامة مباراتي الدور الرباعي الساعة 5 بالمنطقة الشرقية والساعة 8 بالمنطقة الغربية، لتمكين قناة ليبيا الرياضية من نقل المباراتين بمتسع من الوقت. نبقى في كتاب لجنة المسابقات الموجه لمجلس إدارة اتحاد الكرة بأنه في حالة كان طرفا المباراة النهائية من المنطقة الغربية، يكون ملعب طرابلس هو الملعب الرئيسي وملعب ترهونة هو الملعب الاحتياطي، وفي حالة كان طرفا النهائي من المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية تقام القرعة بين ملعبي المرج ومصراتة.